مرحبا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية، أسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي. واليوم إن شاء الله هعملكم بهذا الفيديو استنباط الصحيح بطريقة صحيحة لنقدمها لطيورنا وببغاواتنا، تمام أصدقائي، ومعلومة جدا 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 مفيدة ومهمة. هاي رح نطلع فيها خارج نطاق الببغاوات والطيور لأطفالكم تطبقوها عنكم بالبيت حبايب قلبي. تابعوني لنهاية الفيديو لتعرفوا شو هي المعلومة المنيحة حبايبي. السلام عليكم حبايب قلبي، اسعد الله اوقاتكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه اصدقائي. موضوع حلقتنا اليوم كيف بدي اعمل انا الحبوب المستنبته لاقدمها للببغاوات، تمام، اللي بتامن لها غذاء عالي جدا من البروتينات والاحماض الامينيه والاملاح ومجموعه كتير كبيره من الفيتامينات، وكل هذا طبعا لازم مشان تغذيه الطير بشكل سليم ورائع. هلا رح نحكي عن الحبوب، تمام، اللي انا بدي احطها وكيف بدنا نستنبتها بطريقه صحيحه، تمام، تكون نظيفه من دون بكتيريا ومن دون فطور ومن دون اي جراثيم تتشكل عنا نتيجه الاختمار اللي بتحدث بين الحبوب، تمام، والمي والجو، تمام اصدقائي. فان شاء الله بطريقه صحيحه اليوم وممتازه جدا رح نساوي لكم اياها، وان شاء الله انتم كمان بتساووها وبتقدموها كمان لببغاواتكم من الدرة والكاسكو وجميع أنواع الببغاوات أصدقائي. خلينا نحكي هلأ عن الحبوب اللي أنا جبتها حبايب قلبي. إذا مثل ما لكم شايفين حبايبي، شوفوا البازاليا اليابسة والجلبانة والدرة الصفراء والدرة البيضة، تمام، وحب العصفور، هذا هو حب العصفور اللي بطعموه لطائر الحسون وقت اللي بيصطادوه جديد من البرية. هذا حب العصفور حبايبي، إذا شايفين هيك، تمام، هي هي، حلو. بالإضافة للحلبة وفوائدها العظيمة جدا جدا للطيور، من صحة ومن وقاية كمان لعدة أمراض، فاتح للشهية، واحد، اثنين، كمان اللهم صل على سيدنا محمد، بتمنع الفاش بجسم الطائر من ريحتها، تمام، غير انه فاتح شهية وما بتخلي الفاش يقرب على الطيور اللي هو الأمل تبع الطيور، عرفتوا شلون أصدقائي؟ وبتحتوي على بروتينات كمان عالية كثير كثير، والعدس عنا هون. فكيف هلأ بدنا نساويهم ونستنبتهم بطريقة صحيحة أصدقائي؟ خليكم معي حبايب قلبي. العدة اللي بدنا إياها واللازمتنا هيك وعائين صغار مثل هدول ومصفاية، والطريقة سهلة وبسيطة جدا. ناخذ البذور هاي كلياتها ونخلطها مع بعض، تمام، وفوقهم الحلبة، بسم الله، والعدس. ولا بعد ما خلطناهم هيك حبايب قلبي وحطيناهم بالمصفايه هي وتحتهم في وعاء مشان نغسلهم، اول شغله بنعملها حبايب قلبي انه نغسل هي الحبوب هيك بهذا الشكل، تمام، رح نتركها هيك لمده دقيقه ونحن عم نقوم بتحريكهم هيك، هيك بهذا الشكل نحركهم بايدنا مشان ينضف ان شاء الله تعالى وما يصفى فيهم اي شوائب واي شيء ممكن يكون جاي عليهم من الارض من التربه او اي شيء من الحشرات، او مثلا يكون واصلهم مثلا مبيدات حشريه ضاره، تمام. طيب بعد ما نحن غسلناهم بهي الطريقه حبايب قلبي، رح نجيب الوعاء هذا الفاضي، تمام اصدقائي، حبايب قلبي كمان بعد ما غسلناهم وتاكدنا انه نطفوا تمام تمام وطلعت القشور منهم وطلع الوسخ منهم، رح نجيب هي الواعة الفاضيه، تمام، ونعبي مي هيك بهالطريقه، هن نوبل مصفايه، تمام، ونخليهم منقوعين هيك 24 ساعه حبايب قلبي. ولا حبايبي بعد ما غسلناهم هيك بدنا نصير كل اربع ساعات، كل اربع ساعات رح نغطهم هيك غطة، تمام، ورح نجيبهم هلا هيك على واعة نظيفة ثانية من دون مي ونتركهم على جنب. هلا اصدقائي هيك مثل ما لكم شايفين نحن بعد ال 24 ساعة تمينا 3 ايام عم نغطهم بالمي هيك ونقيمهم كل اربع ساعات، نعمل لهم غطة ونقيمهم لمدة 3 ايام لحتى وصلناهم لهذا الطول حبايبي، تمام. انا بدي اياهم فقط لهذا الطول، لا يطولوا اكثر من هيك ويطلع لون الاخضر، مشان لون الاخضر وقت اللي بيطلع يعني بصير اليخضور كتر فيهم زياده، انا ما بدي اياهم يوصلوا لمرحله اليخضور، انا بدي اياهم يكونوا هيك بهذا الطول محتفظين بالبروتين كميات كبيره هائله والفيتامينات والاحماض الامينيه والاملاح حبايبي،
فاحسن فائده بناخذها للطيور هي هيك. هلا هون جبت مثلا انا علب الاكل تبع الطيور، تمام حبايبي، والكميه الزايده انا بخلي لهم اياها للطيور بالبراد، وبقوم بترطيبها كل 6 ساعات، تمام هيك بهذا الشكل بنحط حبايبي. هيك هلا صارت جاهزه لاعطيها للطيور، تمام، لكل انواع الطيور والببغاوات كمان حبايبنا. اذا بعد ما خلصنا هلا من استنباطهم وقدمناهم لطيورنا، تمام حبايب قلبي، في معلومه جدا كتير مهمه ورح تفيدكم ان شاء الله تعالى. رح نطلع شوي هيك خارج نطاق الطيور، كمان انا بدي لكم مفيده جدا للاطفال يلي عندهم قصر، بيعانوا من مشكله القصر، ما بيطولوا او صحتهم مو منيحه، فبنعطيهم منه هاد بالاسبوع 4 أو 5 أيام، ما في اي مشكله، بيزيد حجم الطفل ونموه، وبيقوي عنده هرمون النمو اللي اسمه نمو، هرمون الجياتش اللي بيعطي نمو كامل بالجسم وحجم، تمام اصدقائي. وان شاء الله عز وجل بشوفكم فيديوهات قادمه باذن الله ومعلومات جديده، ولا تنسوني من الاشتراك ووضع لايك حبايبي. سلام.